هالمواعدكم مع ايت سمارت. واليوم نتالياري بدها تحكي لنا عن الفواكه المجففه. يعني بنفكر انه لايت ودايت وعلى الرايح وعلى الجاي، بنفوت على المطبخ ناكل حبه، يعني بالنهايه فواكه. صح 100%. صح، اليوم حبيت احكي عن هالموضوع ستيفاني. هلا يمكن الناس تستغرب انه ليه عم بحكي عن الفواكه المجففه بموسم الفواكه الطازه. نحن بنعرف قديش هلا موسم الصيف عندنا بلبنان، في عندنا مشمش، خوخ، كرز، كل هالانواع من الفواكه اللي موسمها بتضلها كلها صيفيه، واكيد فوائد الفواكه الطازه كثير مهمه. بس كمان حبيت احكي عن الفواكه المجففه، لانه هلا مثلا بالاوضاع الاقتصاديه اللي عم نقطع فيها ستيفاني، يمكن الناس بعدين بالشتويه ما تقدر تستهلك كميه فواكه كافيه، وهلا بحضروا الفواكه المجففه للشتويه. ومن هون اهميه انه نشجع كل الاشخاص او كل يعني الناس اللي بيحضروا الفواكه المجففة. بعرف انه كثير من الاشخاص بتضيع بيعملوا هالشيء. هيدا المونة هي شغلة كثير مهمة، وبعتقد هلا المونة هي الطريقة يمكن الاوفر تنقدر نأمن كمية فيتامينات والياف لفصل الشتاء. يعني مثل مصبوط. ما اكيد جدودنا كانوا يعملوا، كانوا يحضروا بالصيف لموسم الشتاء، وهلا بعتقد لازم نرجع على هالتقاليد هاي، لانه بالنهايه هيدي بعتقد اوفر طريقه نقدر نامن كميه فواكه للشتويه. مشان هيك رح نحكي اليوم عن الفواكه المجففه، بالاخص اكيد نشوف شو فوائدها. قديش كنت عم تحكي انه مزبوط بنفكر انه لايت انه فواكه بالنهايه هلا اكيد لازم ننتبه للكميه اللي عم ناخذها. وكمان في انواع فواكه كلهم زايدين لهم سكر صح. ابيض كمان صح. يعني مزبوط. نحن بنفكر انه كمان لايت وما بنفكر انه فيهم سكر. مزبوط. هلا طريقه يعني كيف بجففوا الفواكه، في عده طرق لتجفيف الفواكه. بالاجمال اكيد في الشمس، هيدي الطريقه التقليديه اللي اكثر شيء هلا تستهلك تستعمل. بس في طرق كمان حتى بتضيع صاروا يتبعوها، هي طريقة اللي بيجففوا فيها الفواكه بالهواء السخن. في أوقات طرق مختلفة مثل الفريز دراينج، هلأ أكيد هذه طريقة كتير سوفيستيكي، بس كمان ممكن نجفف الفواكه بهالطريقة هاي. كمان في بالفرن حسب نوع الفواكه اللي نحن عم نحاول أنه نجففها. هلأ قديه عم نزيد سكر على هالفواكه المجففه، هيدا الشيء بيختلف بين نوع الفواكه اللي عم تتجفف. مثلا المشمش ما بيحتوي على سكر مضاف بالاجمال، بس بيحتوي على مواد حافظه معظم الاوقات يمكن المصانع اللي بتحضر الفواكه المشمش المجفف مش بيعطي اللون، بيحافظ على اللون. هو نوع من أوكي. اديتيف بينضاف تا المشمشه تضل لونها هيك فريش. المشمشه هاللي بتغمق لونها بيصير لونها شوي على بني، هيدي دليل انه مش منضاف لها هالسلفيت هيدا اللي بيحافظ أوكي. على لونها. هلا في اشخاص عندهم حساسيه على هالنوع من المواد المضافه، اكيد افضل انه قد ما فينا نتجنب هالنوع من الفواكه. دونك المشمش ما بيحتوي على سكر مضاف. التين، كمان الزبيب، هول انواع من الفواكه المجففه اللي ما بنضيف لهم سكر. الخوخ كمان، هلا في انواع من الخوخ ممكن انه يكون منقوع بالسكر بعدين تجفف. دونك حسب طريقه يعني كيف عم بيتجفف هالانواع من الفواكه. بعرف كمان في يمكن محلات عم يعملوا دراء مجفف، هلا موسم الدراء والنكتارين، دونك عم بيجففوا فواكه بدون اضافه سكر. التفاح
بموسم التفاح. هلا مش موسم التفاح بس باخر كمينة. الصيفيه مزبوط ببلش التفاح يكون هو الفواكه اللي عم تعطي بالنهايه الياف. هيدي شغله اكيدين منها انه ما بتتغير وقت اللي منجفف الفواكه. في بعض انواع من اكيد ما بتتغير نسبه الالياف. في بعض انواع من الفيتامينات كمان بتضلها موجوده بالفواكه المجففه مثل الفيتامين البرو فيتامين ا، كل الكاروتينويد، كمان المواد المضاده للدأكسود السبستانس فيتوشيميك ممكن انه تتغير او تختلف شوي صغيره حسب طريقه التجفيف بس بتضلها موجوده بالفواكه. اكيد بنخسر مي، مشان هيك الفواكه المجففه حصه الفواكه المجففه بالحجم اصغر من الفواكه الطازه لانه بالنهايه عندنا المي اللي اكيد منا موجوده. دونك بدنا ننتبه للحصه، وهلا رح احكي عن حجم الحصه بالاجمال للفواكه المجففه. الفيتامين اللي تنفقد من الفواكه عاده بس نجففها هي اكيد الفيتامين سي لانه ما بتحمل البروسيسوس التجفيف، وبعض انواع من الفيتامين بي بالاخص الفيتامين التيامين اللي بنلاقيها بغير انواع من الماكولات. البلح، البلح كمان هو من الفواكه اللي منجففها واللي بتحتوي كمان على نسبه عاليه من الالياف بالاخص. كل الفواكه بالاجمال كثير مهم ننوع من استهلاك الفواكه، واذا قادرين نجفف خلينا نجفف عده انواع من الفواكه. بعرف هلا يمكن اسعار الفواكه عاليه بس يمكن بتضلها اذا انتبهنا على موسمها اي متى هي اكثر شيء متواجده فينا ناخذها بسعر يمكن ارخص من وقت اللي ما تكون بموسمها. لسوء الحظ كل شيء غليان بس بدنا نحاول قد ما فينا بالاشياء الموجوده نقدر مع الموجود نجود. مزبوط صح. دونك حكينا عن المشمش، حكينا عن الزبيب. هلا هون وقت اللي نحكي عن الزبيب والمشمش وغير انواع من هالانواع الفواكه التين المطبع كمان البلح والخوخ، قد ايه الحصه؟ دائما بنسال قد ايه الحصه. الحصه بالاجمال هي ربع حجم حصه الفواكه الطبيعيه. يعني وقت اللي نحكي عن الزبيب هي تقريبا ملعقه كبيره من الزبيب، ملعقه يعني من 10 8 او 10 حبات من العنب. نحن بس نجففهم ناخذ كمشه صغيره اوكي. وقت اللي نحكي عن المشمش حسب اكيد نوع المشمش حوالي 2 ل 3 حبات من المشمش المجفف هي حصه فواكه. مزبوط. هلا هن طعمتهم حلوه اكثر من الفواكه الطازه لانه نسبه المي فيهم اقل. دونك اللي تغير هو اكيد نسبه المي، مشان هيك نحن بنستطعم بالسكر وفيها تكون الفواكه المجففه هي بديل ل حصة حلويات، واكيد بتضلها افضل من قطعه كيك او قطعه بسكوي لانه بالنهايه عم ناخذ سكر طبيعي وعم ناخذ معه عناصر غذائيه مهمه جدا. دونك فيها تكون بديل او سناك. هلا المهم انه ما نضلنا رايحين جايين على المطبخ عم ناخذ حصص فواكه، ما ننسى انه بتحتوي بالنهايه على كميه سكر مهمه. هلا شو اهميتها للشخص اللي عنده سكري؟ هل ترى في يتناول الفواكه المجففه؟ اكيد، بس نرجع لنفس النقطه، قديش فيها سكر وقدي الحصه اللي عم ناخذها. والشخص اللي عنده سكري بالاجمال لازم ياخذها، من الافضل انه ياخذها دغري بعد الاكل خاصه اذا عم بياخذ ادويه لتخفيض معدلات السكري. اكيد لازم يراجع اختصاصيه التغذيه لانه في بعض الاوقات فينا نترك الفواكه مزبوط لوحدها، بس بالاجمال من الافضل انه ناخذ الفواكه دغري بعد الاكل. وحصه الفواكه المجففه هي مثل كل انواع الفواكه الباقيه بتكون كمان بمعدلاتها يعني لنفس كميه السكر اللي موجوده فيها. يعني عم نحكي نحن هون كمان اذا بلح حبتين بلح، لانه البلح هو من الفواكه فيه كثير سكر. بس البلح لازم هيك بيقولوا اوكي بنمرق لك اياها ستيفاني. هلا كمان حسب نوع البلح، يعني في انواع من البلح حجمهم صغير اكيد الحصه بتصير امبير بتصير اوكي. كمان بدنا ننتبه لنقطه انه في بعض انواع من الفواكه المجففه بينجبروا يضيفوا لها سكر مثل الجينجر. جينجر منا فواكه بس هلا هيدا نوع من كانديز بنسميه كانديد جينجر. هيدا غير موضوع هلا بنحكي عنه، بس عم نحكي هيدا فيه سكر. الجينجر اصلا منه فواكه تنعده من هالفئه هي. هلا بنحكي عن الجينجر لانه حار
مظبوط. وقت اللي نحكي عن الفواكه المجففه اللي بيضيفوا لها سكر، عم نحكي نحن هون اكثر شيء عن مثلا الكيوي، الاناناس، المانج، كمان عن البيريز يعني الكرانبري. معظم الكرانبريز اللي بنلاقيهم بالسوق هن بيكون منضاف لهم سكر، مظبوط، منضاف لهم سكر وبعدين بنشفون. هون اهميه نعرف انه الحجم الحصه اصغر من من العاده. كمان ننتبه للكميه اللي عم ناخذها. فينا ناخذ، لانه اذا عم نحكي عن الكرانبري، الكرانبري نسبه السكر فيه منا مثل غير انواع من الفواكه، بتضل الحصه ملعقه. يعني نحن السكر اللي عم ناخذه من السكر المضاف، ما عم ناخذه من البريز هن بحد ذاتهم، لانه نسبه السكر بالكرانبري هي واطيه، نسبة الألياف بتضل زيتها. ولكن أكيد بعض أنواع من الفيتامينات ما بيعود فيه فيتامين سي، بس فيه مواد فيتوشيميك اللي هي موجودة بتضل بالكرانبري. ونعرف أنه هالنوع من التوت أو البريز بيحتوي على مواد بتكافح الالتهابات البول خاصة. خلينا ننتبه على السكر بهالأنواع من الفواكه. أفضل أكيد ناخذ الفواكه الطبيعية اللي هي تقليدية. يعني نحن عنا بلبنان الفواكه اللي عادة بنعملها ما منضف لها سكر معظم الأوقات، بس ينضف لها سكر صرنا بالكومبوت، صرنا بالمربى. أكيد أكيد لازم نسأل شو هي أكثر. هلأ في نقطة كمان مهمة بدي شدد عليها، أنه بعض أنواع من الفواكه المجففة ممكن أنه تحتوي على الجلوتين بطريقة تحضيرها، يعني بالبروسيسوس تبعولها. مشان هيك مهم كتير إذا كان عنا، إذا كان في شخص عنده مشاكل مع الجلوتين، يعني انتوليرانس للجلوتين، عنده مالادي سيلياك، دونك الجسم ما بيتحمل الجلوتين، بده ينتبه من خاصة يمكن التين ممكن إنه يحتوي على هالمادة هاي. ودائما إذا كانت الفواكه مغلفة ومعمولة بطريقة يعني مصنعة بطريقة صحيحة، مفروض ينذكر إذا فيها جلوتين أو إذا فيها السلفيت مثل ما حكينا بأول الحلقة، كرمال تا هالأشخاص اللي فيهم ياخذوا فواكه مجففة بالإجمال إنه يعرفوا حالهم إذا عم بالغلط عم بيوصل لهم جلوتين إيه أو لا، لأنه هيدي شغلة لازم كمان ننتبه لها، خاصة وقت اللي نحكي عن مالادي سيلياك اللي كمية صغيرة أو كبيرة بتأثر بنظامهم الغذائي. نتالي عطيتينا تيبس، واكيد الفواكه المجففه فيها تحل محل الفواكه العاديه، هي حصه الفواكه 100%. ميرسي، هاف ا نايس داي مشاهدينا، وقفه ومنتابع العكس.